يعني ما جاب لك سيرة خطبة ما خطبة؟ طولي بالك، ليش بصلتك محروقة؟ مو هيك، مو أساس بعت أهله لحتى يخطبوكي. حبيبتي هذا الحكي كان زمان. هلا أنا حابة نتعرف على بعض، بس شكل القصة ما أنا مطولة لأنه ما بحب قصص التعارف هي. الله يوفقك يا نور. آمين. وعبالك، عبال ما أشوفك ببيت العرب. دخيلك، شوفيني بالأول بشي نادي رياضي. صحيح، أنت مو كنتي أساس عم تدوري على نوادي رياضية؟ والله ما بعرف شو بدي قلك يا نور، بس قلبي مو مطمن، حاسستها انه بدها تفقص. هي ليش؟ ليش؟ لانه هيك الست هزار فايتي على الخط. صحيح، نسيت قلك، اليوم شفت قدري نازل من عندها وهو مطوش وملهوش. يمو، شفتي هذا اللي مخوفني، هزار اذا ما جننته لقدري ما رح يهنا لبال. ولا لعيونها شو قوية. بتعرفي نور، انا خايفة هالنادي يضل حلم طول عمري وحياتي. إن شاء الله يا ربوني بتحقق حلمك، إذا مو على إيد قدري، على إيدي أنا، حأحكي لك مع بابا يفتح لك نادي رياضي، ونديره أنا وياكي. إن شاء الله يا رب. حلو والله، ماما عم تخدمك، بدك تلتمي علينا كمان. حبيبتي خدمة مأجورة، وريني كم مرة فللت لك السيارة وغيرت لك الزيت وعملت لك الأوكتان على حسابي، يا حبيبي، ليش عم تتبنيني؟ لك مو هداك النهار حلفتي لي 100 جميل و100 عظيم إنك ما عاد تتبنيني؟ والله انت يا اللي بتخليني ذكرك كل مره وقت بتقولي لي انك عم تخدميني. تفضل نطلع نشوف تومانجيري. وبعدين ما كنت وياها لامتى فرطوها بقى حاجه غلاظه. قولوا لي هالحكي لها فوق ما غلطانه جاي تتفطحن. لك اسمعوا لهالحكي، انا الغلطانه لك، بشو غلطت انا؟ لا حول ولا قوه الا بالله، عن جد خيرا تعملي شغل الضحى. هدي انت وياها، احكولي احكولي القصة بالتفصيل، وانا اللي بحكم قانونيا وبالحق ومن غير تمايز. يلا نشوف. الخانم وعدتني ساعة 2:30 على باب الكافيه، بيهون عليكم ضل عطيتني لساعة 3:15 بالشارع. لك يا أمة الله، لك يا ناس يا عالم يا هو، بنشرت والله بنشرت بنشرت بنشرت. لك حبيبتي لو تارك بنت عادية بالشارع كانت قتلت حالة من التعليقات والتلطيشات. لك كيف وانت تارك ستار كبيرة؟ لك أنا قتلت حالي بس من التصويرات ومن التوقيعات. كتير منيح يا ميديا، لك كتير حلو هذا الحكي، في أحلى من إنك تتواصلي مع جمهورك فيس تو فيس. لك لبنى ماني واثقها يا بي. ايه خلص خلص، هو علينا أنت وياها، خلونا نعرف نتغدى. شبكن بحطوا فرد بحتي؟ بتعرفوا انا ماني مصدق امتى اتجوز واخلص منكم. تتجوزي؟ ايه اليوم كانت مع وسي. عجد؟ اتفقتوا ولا لا؟ ما اتفقنا على شيء، بس هي لبنى بتحب تطالع اشاعات. بالله نور احكي لنا شو صار؟ امتى رح يبعت اهله؟ وين رح تسكنوا؟ خلص نور احكي بقى. طولوا بالكم. خلص هلا بحكي لكم. شو بكي ميديا؟ شو اللي عم يضحكك كل هالقد؟ كلمات الأغاني يلي كاتب هالغنية بالذات بده شنق. اسمعوا اسمعوا. شغل الصوبيا يا أمي ودفي للبيت، قسائم المازوت بجيبي وبونات الزيت ويلا. انتي ليش لسه عم تقري كلمات الأغاني؟ مو لغيتي الفكرة؟ حبيبتي فضول، لأنه اكتشفت أنه 3/4 الناس عنده موهبة كتابة الأغاني. هاي إذا مو كلهم. طيب صبايا، شو رأيكم نعمل لنا شي مشروع؟ ايه والله عندي فكرة كتير حلوة. قولي شو رأيكم نروح نحضر فيلم بالسينما؟ أولو جاي عبالي. يا الله. طيب اسمعوا، شو رأيكم نروح على المول؟ هاي فكرة حلوة. بتعرفي أنا لازمني كتير أغراض، وأنا بروح ولو إنه ما معي ولا نص ليرة. أنا بعطيكي ولا يهمك. طيب وسميحة، هلأ بتقول إنه عندي دراسة؟ ها شو بها سميحة؟ طلع اسمي بالإذاعة؟ نروح على المول، تروحي؟ طبعاً بروح. وانتي ميدو، شو بتروحي؟ لا لا، أنا ما خرجي روح، هلا بحط كل شي معي وروح وما اشتري شي؟ نو واي، مو وردة بقاموسي. ميدو؟ أم النور بتعمل لك كنترول؟ بتقدري؟ ولو؟ إذا أنا ما بقدر، مين بيقدر لك؟ بس بشرط بتنفسي كل شي بقلك عليه، أوكي؟